السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كيف العاده تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده. كنقول لكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي شارمونت فلوك. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو كيلقاكم مزيانين، دوزتوا العطله باحسن الاحوال مع وليداتكم، واللي مسافر رجع على خير، وتكونوا بديتوا بدايه يعني هذا الاسبوع ديال المدرسه، تكونوا بديتوه مزيان مع الفياق بكري، مع جري عليا نجري لك مع الوليدات. الله يكون في عون الناس اللي عندهم الوليدات، انا منهم، فياق بكري وهذاك الشيء، نصبروا مع وليداتنا. كل شيء فايت، والناس اللي ما خرجوش في حالي في هذه العطله كنقول لكم ما تقنطوش ما تقلقوش، ايام الله طويله، الله يرزق غير الصحه والسلامه. باقي العطل جايين ان شاء الله ونخرجوا نوبتنا، يعني اللي خرجوا هذه العطله الله يرحم لكم الوالدين، العطله الجايه تبركوا تكمشوا في ديوركم، نوبتنا باش نخرجوا ان شاء الله بحول الله. هنايا ما عرفتش واش غنعتبروا هذا دخول صباحي ولا مسائي، هذا معاكم. المهم غادي نديروا حنايا دخول ديال دخول زوالي. هنا كانت جوج ديال النهار كانت جوج، ساليت من الروينة، ساليت من الغدا ودوشت، قلت ندوز نتهلا شويه في حالتي، نشفت شعري نبصو شوار كيف كتشوفوا كنسرح فيه. وليت هاد الايامات كنصايبو غير في الدار، ما وليت كنعجز على انني نمشي للصالون، كنبقى نتسنى نوبتي نوبتك، وليت قاضي غرض بوحدي في الدار. غادي نسرح شعري كيف غادي تشوفوا، هنا راه في واحد الحبوبه راه ندير لها واحد البوماده باش تنشف ليا، وغادي ندوز باش غادي ندير حلاقه الوجه، غادي نحسن وجهي بلا ما ثاني تمشيو عند الحلاق، حسنوا في ديوركم زيزوار طعم الله المهم غادي ندير التقشير ديال الوجه بالغازوا، غادي ديال راكم عرفتوها، اغلب البنات راه ولاو دابا عارفينها، اللي كتحيدوا بها البشره الميته، كتحيدوا بها داك الشعر اللي كيكون لكم في وجهكم. انا نورمالمون ما عنديش هذاك الشعر الكحل اللي غليظ، عندي الشعر غير خفيف واللون ديالو زعر، ولكن كنحيدو، ولفت انني كنحيدو باش كنعطي واحد الاشراقه لوجهي، سيرتو في هذيك المنطقه اللي ما بين عينيا وما بين الحاجب وجبهتي، عندي انا هذيك المنطقه صغيره كنحاول ديما انني ننقيها من الشعر باش تعطيني هذاك الاسباس ما بين العين والجبهه، تبين شويه العين مفتوحه وصافي. كيف كتشوفوا انا راه عينيا مبلقات، ما دايره لهم لا كحل لا مكياج لا والو، قبلوا عليا كما انا وصافي. غادي ندوز لوجهي كامل، غنحيد لي هذيك البشره الميته كله، وغادي نقي حجباني ليا مده ما نقيتهمش، كنحيد منهم غير واحد الزغيبات قلالين اللي كينوضوا ليا بزاف، ما كي يعني ما كي ما عنديش داك الشعر اللي كتير كينوض فيهم وصافي. غادي ندير هاد الطونر، غادي ندوزو على وجهي كامل، وغادي نرطب وجهي بالمرطب تاعي الصباحي ولا المسائي ديال لوريال، غادي نرطب وجهي ومن بعد غندخل للكوزينه مباشره باش غنوجد الكوتي، غندي عند الماما غنوجد واحد البطبوط ولا مسمن اللي غنشاركو معاكم، وغادي نوجد واحد كيكه ديال الليمون، وغادي نكمل وغندي وليداتي وغنمشي عند الوالده. نتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه، ونتمنى تجربوا الملوي ديالي اللي كيجي ناجح. وينات عندي هنا زلافه ديال الفورس، هنا البنات في المكونات غديروا قد زلافه ديال الفورس قد زلافه ديال الفينو، عندي هنا زلافه ديال الفورس وعندي زلافه ديال الفينو، هذا اللي كيكون شويه حرش هذا، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وعندي واحد ثلاثه المعالقات ديال السكر سنيده، وعندي جوج تاع الفانيات، واحد الخماره، ومن طبيعه الحال شويه ديال الملح على حساب الذوق، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. وللعجن عندي هنا الحليب دافي، غادي نعجن بالحليب دافي صافي. دابا غادي ندوز معكم الطريقه ديال العجن. في اناء ولا اللي عندها العجانه من الاحسن تسهل عليكم ماموريه من دلك دلك باليدين، هاد العجينه كتحتاج دليك، بالنسبه للبنات اللي عندكم العجانه غتجيكم زوينه فيها، اللي ما عندكمش قضيو بحالي. غناخذ المكونات الجافه كامله، الخميره الفوريه، الخميره الكيميائيه، هذوك الجوج الاكياس ديال الفاني، السكر سنيده والمليحه، وغادي نعجن بالحليب دافي كيف غادي تشوفوا. غنبقى كنضيفو تدريجيا حتى تجمع لي العجينه، ما تجي قاصحه ما تجي رطبه، يعني تكون العجينه لينه اللي غنقدروا نخدموا بها وما غاداش تعذبنا، ما تجيناش بحال لاستيك انت كتسرحي فيها وهي كترجع ليك. المهم غادي نبقى هنايا حتى غادي نجمعها
وغادي ناخدها فوق سطح العمل، يعني هذاك الرخام عندي تما نقي، ما عندي لا حشرات لا حتى شي حاجه. تما فين غادي ندلكها، ما خدمتش ليا هنايا في هذا الاناء، غادي ندلكها مزيان ونبقى كنزيدها الحليب حتى نوصل لهذاك القوام اللي بغيت، يعني ما يكونش قاصح وما تكونش مرخوفه. البنات ما تكونش مرخوفه، تكون ما بين وبين بحال العجينه ديال الملوي، تقريبا بحال العجينه ديال الملوي. هادشي اللي كاين، غادي ندلكها مزيان، وكيف غادي تشوفوا غادي نغطي عليها وغنخليها حتى تخمر او لا ترتاح. هنايا من بعد ما دلكتها غنغطي عليها ونخليها حتى ترتاح، عاد من بعد غنرجع باش نشكلها ونعاود ثاني نغطي عليها ترتاح. البنات كنت ما غاداش نشارك معكم هاد الكيك اللي كنصايب فيه دابا، قلت بلا ما نكثر عليكم، زعما دايره لكم هذاك الملوي ولا البطبوط بلا ما نكثر عليكم، ولكن تخلطتوا قلت ربما يجيو بنات يقولوا لي شاركي معنا شنو درتي فيه المكونات. هنا خديت الميكسور، درت فيه 3 ديال البيضات، ودرت فيه نص كاس ديال الزيت، واحد الكاس ما عامرش ديال السكر سنيده، وجوج ديال الفانيات، وعصرت فيه واحد الليمونه وواحد ربع كاس ديال الحليب. صافي خلطت كلشي، زدت عليهم الفورص اولا الدقيق ابيض يكون مزيان، وصافي وزدت عليهم جوج ديال الخمارات. صافي وجاني الخليط على هذا الشكل، كبيته هنا في هذا المول اللي كيجي بحال هكا، وغادي ندير فوقه شرائح البرتقال، وغادي نرشو بواحد الكيس ديال الفاني، وغادي ندخلو الفران مسخن على 180 درجه غير من التحت، ونقص عليه شويه باش ما يتحرقش ليا من التحت. من بعد ما خمرت عندي العجينه هنا البنات ديال البطبوط كيف شفتوا او هذاك الملوي، غادي نضيف لها شويه ديال الزيت، وغادي هذا وغنقطعها الكويرات، غادي نقسمها الكويرات. هنا غادي نحتاجو في كل وحده غنحتاجو جوج ديال الكويرات، انا هنا غنديرو غير ما غاديش نديرو كبير، بغيت نديرو غير شويه يكون صغير ولا متوسط الا بغيت. صافي غادي نقسمهم كاملين كويرات بحال هكا، وغادي نرجع نغطي عليهم يخمروا حتى يعاود ثاني يخمروا، وغادي نرجع معكم باش نبدا نشكل فيهم. من بعد ما خليت هذوك الكرايصات هكا تترخفوا شفتوا، غادي ذوبت هنايا الزبده، ذوبت الزبده ودرت معاه شويه ديال الزيت، وغادي نبدا بحال هكا نسرح بالزبده والزيت ونفرق بهذاك الفينو، نتوما تشوفوا الطريقه بحال اش دايره. صافي غادي نبدا بحال هكا نسرح، نسرحها مزيان ونحاولوا على العجينه باش ما تقطعش، وهي نورمالمون كتجي ساهله ما كتقطعش، غير كتكون العجينه ارتاحت تخليوها غير ترتاح مزيان، صافي هي كتولي مطلوقه معكم، ما كتحتاجوش يعني تبقاو دايرين معاها مجهود، راه كتبان لكم كلشي. هكا كندهن بالزبده مذوبه ونرش بشويه ديال الفينو ولا القمح الصلب، صافي ونعاود نسرح وحده اخرى، نحط هذيك ونسرح وحده اخرى ونتبع بنفس الطريقه. الطريقه راه سهله خاصه البنات اللي معمرهم صوبوا المسمن ولا الملوي، هنا انايا كنشرح لكم الطريقه. بالنسبه للبنات اللي تبارك الله الحادقات ما شاء الله عليكم، راه الطريقه سهله، وربما بزاف ديال البنات كيعرفوا هاد كيعرفوا هاد النوع من الفطائر اللي كيجي بنين وكيجي لذيذ. وكنوجه التحيه من هنا من هذا المنبر، شكر خاص وسلام خاص لهذه السيده اللي كانت معلماني هذا الملوي، هذا خديجه الزيات، كنسلم عليك من هنايا، كنقول لك شكرا على الوصفه اللي كانت كتعجبني عندك بزاف، والله يعطيك الصحه. بزاف ديال الوصفات اللي كنت تعلمتهم من هذه السيده، هذه كانت جارتي في حد السوالم، كانت بيناتنا واحد العشره زوينه، كنوجه لهم التحيه منا، وبزاف ديال الوصفات اللي تعلمتهم من عندهم مازال ان شاء الله، وكنت كنديرهم وكنديرهم وكنديرهم وكيصدقوا ليا وكيجيو ناجحين، وان شاء الله مازال غنشارك معكم بزاف ديال الوصفات اللي علمتهم ليا هي، منهم واحد الروز اللي كيجي بالبصله والزبيب
والدجاج كيجي هائل، واحد الروز بالحليب كيجي خطير اللي ان شاء الله حتى هو غادي نجربه معكم. صافي غادي نتبع بنفس الطريقه، غنكمل كل شيء هنايا كيف كتشوفوا، وغادي نغطي عليها ترتاح واحد شويه، وغادي نعاود نشدها بحال هكا كيف غتشوفوا في الفيديو رانا كنشرح لكم. غناخذ لهذوك الاطراف ديالها ملي غادي ترتاح وغادي نجمعهم كيف شفتوا، غنجمعهم ونعاود نشكلها على الشكل دائري بحال هكاك، تعاود نرجعها بحال كيف ما كانت في الاول، باش هذيك الملويه ولا هذيك المسمنه تجينا دايره. بغيتو تخليو بحال هكاك مربع ممكن لكم حريه الاختيار، غير هو كيجي بحال هكا مدور كيجي زوين، وقد ما كبرتوه كيجي زويون. انا هنا درتو غير متوسط، قد ما بغيتو ديروه يعني كبير كيجي حسن. وصافي غنغطي عليه يرتاح، ومن بعد غندوزو باش ان شاء الله نبدا نطيب فيه، ونتمنى ان شاء الله النتيجه تنال اعجابكم وتجربوه ويعجبكم. هذا الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت، اللي كيجي اقتصادي ورخيص وكيجي بنين. عرفتوا جا بحال المادلين طيروه مبقاش، الناس اللي داقوه خليوا لي لي كومونتير كثروا لي لي كومونتير، كثروا لي التعليقات ديالكم تهموني. المهم كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد جوج وصفات ويعجبوكم، تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه هذه الكيكه كيفاش جات، وهذا الملوي ولا البطبوط كيفاش جانا. انا حيره بيناتهم واش ملوي ولا بطبوط، حيت هو بطبوط وملوي في نفس الوقت. نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم، وما تنساونيش البنات، ما تنساونيش من بزاف ديال التعاليق ومن بزاف ديال الاعجابات، وراكم في قلبي وكنقول لكم بسلامه عليكم.